متتبعي قناة فرانس بريس، مرحبا بكم. مجموعة من الفنانين الأمازيغيين تشكيون من عدم المرور الكثير في قنوات القطب العمومي، سواء في القناة الأولى أو الثانية أو حتى القناة الأمازيغية اللي تم إحداثها الإحداث ديالها من أجل هذا الغرض. من بين هاد الفنانين الفنان عبد السلام أمتايق، وهو فنان أمازيغي منذ سنة 1984، ولكن رغم ذلك يشكي كما هو العديدون من الفنانين الأمازيغيين من عدم المرور المتكرر في قنوات القطب العمومي كما قلنا. سي عبد السلام مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان، تحية لكم، تحية لإذاعة أنفاس باريس. يا سي عبد السلام، مجموعة من الفنانين الأمازيغيين تشكيو من عدم المرور الكثير في القنوات القطب العمومي، والغضب ديالهم تشد أكثر حيث أنهم تقولوا بأنهم تل القناة الأمازيغية اللي تم الإحداث ديالها من أجل الترويج ومن أجل الإشاعات على الفن الأمازيغي ما تيدوش فيها. واش تتفق معهم في هذا الرأي؟ وبالنسبة لهذا القنوات الأمازيغية ولا القنوات الرسمية، ما يعني ما عندناش في احنا النصيب ديالنا، لا قناة الأولى ولا قناة الثانية كيتسمى قناة الوطنية، ولا قناة الأمازيغية كتسمى قناة وطنية. يعني مازال ما عندناش داك العدل اللي داز هذه الخطرة نخليه لواحد اخر باش يدوز، او يطلبوا من الفنانة الشواهد. هنا كاين دابا كاين بعض الفنانة يعني دايزين في القنوات ما عرفناهمش اصلا، والفنانة الكبار اللي هما معروفين على الصعيد الوطن وبالاغنيات ديالو ما كنشوفهمش في القنوات. انا كنهضر على راسي، هو الاول اللي في 2019 حتى 2021 صدرت 18 اغنيه، منهم الله الوطن الملك، تكلمت على الملوك المغاربه ولا الثقافه المغربيه، ولا حتى شحال من ملك كان في المغرب. من بعد باش من بعد ديسك البوم على القرقارات، والطريقه اللي درت لي على القرقارات ما يمكن حتى شي واحد يدير 100 كلمه اللي صوبت على القرقارات فقط. ومؤخرا ودابا حاليا دابا وجدت اغنيه كتكلم على المغرب وعلى الاعتراف ديال امريكا مع على الصحراء المغربيه وعلى الدول العالمية. انت من 1984 وانت فنان امازيغي، تقريبا شحال من مره دزتي في التلفزيون؟ وبالنسبه للتلفزيون باش ندوز فيها كارسمي، ما دزتش فيها انا كارسمي، انا كنت خدام مع بعض الفنانين اخرين، كنت خدام مع الرئيس محمد بسمو موين والرئيس الحاج الحسين منتج يبن المنطقه ديالي وشي فنان اخرين. ولكن انا نورمالمون بالنسبه للفن اللي عندي اللي كنغني انا او على اللي كنخدم بهم راه التقليد، انا هادو خصو يشوفهم المغاربه وشوفهم الامازيغيين، نقولوا المغاربه ونقول الامازيغيين، حتى الامازيغيين يمكن كيفهموا الامازيغيه اكثر. وحتى الا مشيتي عندي في القناه ديالي في الموقع الاجتماعي اللي عندي في اليوتيوب راه كتلقى المشاهده 180 الف في ديسك، يعني كاين المشاهده 180 الف غادي تشاهدك انت غير عندك في القناه ديالك. ربما الا كنتي في القناه الامازيغيه والقناه العموميه راه غادي يشوفوا اكثر، غادي يشوفوا. وفي رايك شنو الاسباب اللي تتخلي هذا المشكل كاين؟ اسباب يمكن كاين بعض الشركات كتفرض عليهم بعض الفنانه، او لا الفنانه هما اللي كيدوزوا خصهم يدوزوا ديما وما كيقلبوش على الجديد. وخاصة أنا راه كما قلتي الأخ بديت في 84 حتى 2021، راه إلا حسبنا من عمر راه عمر ديال أولا شركة يمكن ما عرفت شنو كاين عندهم شي حاجات. ما بالنسبة للقناة الأمازيغية هي رسمية، القناة الأمازيغية هي اللي عندنا فيها بزاف في الحق 100%، حد ما كيدوز فيه إلا الفن الأمازيغي. أما بالنسبة للقناة الثانية ولا القناة الأولى وما عندنا فيه واحد 15% ممكن تمشي عندهم يقولوا لك، يعني حصة الفن الأمازيغي في القناة الأولى ولا الثانية 15%، والأخرى القناة الأمازيغية دارت تخصيصا للفن الأمازيغي والثقافة الأمازيغية بصفة عامة. بصفة عامة هي مش خرجوا هذه القناة هذه الأمازيغية، يعني أمازيغية وتكون فيه 100% أمازيغية، سواء كان سوس ولا الريف ولا كما بغيت تقول هذه كتسمى الأمازيغية ولا جميع الدول كاع. ممكن يجي شي فنان اجنبي امازيغي من الشمال افريقيا ولا عنده فيه الحق غادي يدوز به هنا امازيغي غادي. اما كما قلت لك 15% كاينه في القنوات الاخرين،
ولكن هذيك 15% شحال غتعطينا كاع؟ ممكن تعطينا واحد الفنان في العام يختاروا هما، هما عندهم الحق يختاروا. ولكن الا جينا باش نشوفوا كل شيء هاد القنوات راه تابعين كله وزاره اتصال اللي هنا غير كاين غير وزاره اتصال اللي تابعه الحكومه. كاين بعض تاع الفنانين الامازيغيين تيقولوا بان الاقصاء والتهميش ما تيتعلقش فقط بالقنوات ولكن ايضا تيوصل حتى للاذاعات. الاذاعات يعني ما كاينش واحد الرواج على الثقافه الامازيغيه بالموازاه مع الثقافه العربيه. من طبيعه الحال حنت كاين بعض الاذاعات اخرين يعني حتى الراديوات نيت اصلا تما ما كيعتمدش على البرامج الامازيغيه قليل. يلا كاين الاذاعه الوطنيه في الرباط كانت تكلمت معايا بعض شي واحد جوج صحفيات من الاذاعه الوطنيه الامازيغيه في الرباط نزها اللي كانت نزها ديال الهرباقيه اللي كاينه وكاينه الاخت مينو بلا حاليا دابا هي في القناه التمازيغت هي دارت معايا واحد جوج ديال الحلقه ولكن عبر التليفون الهاتف يعني الاستضافة عندهم هذا هو في التليفون. ولكن كنت في واحد البرامج عاود ثاني عندهم ولكن هذا لا يكفي ان بنت هذه غادي كتقرا الهضره وكتعاود اشنو امتى بديتي في الفن ديالك هادشي. ولكن انا اللي خص هو الاغنيه الامازيغيه والثقافه الامازيغيه الاصيله. حتى الفنان شنو هو الفنان؟ الفنان كيجبدي لك شي كلام ما عمر سمعه من شي واحد في الثقافه ولا يعقل. هكذاك زوج ديال هذوك جوج البومات اللي كاينين كيتكلموا على الدوله ولكن كيتعلموا لك وما يدوزوا في القنوات وما يتمتعوش يصفوا المغاربه الله اعلم. انتم دابا فكرتوا باش ديروا شي تنسيقيه ولا شي حاجه اللي تدافع عليكم تدافع على واحد الحق في المرور في القنوات العموميه وخاصه كما تنقولوا دائما القناه الامازيغيه؟ هي الحقيقه ما كتحتاجش ضروري خصنا نديرو. ان حاليا دابا ما بقى لا شركه تسجيل ما بقى حتى حاجه. شنو اللي بقى دابا؟ دابا شركه اليوتيوب يعني غادي نشوفوا القناه ديال اليوتيوب ديال الفنان فرادي غادي نشوفوا اشنو عنده. يعني انتم دابا انتم بحالكم بحال بعض الفنانين اللي هما تيغنوا بالعربيه او حتى الفرنسيه هربوا اليوتيوب لانهم تيقولوا بان تسد علينا الابواب تاع التلفازه والراديو. من طبيعه الحال هما اصلا علاش هربوا اليوتيوب؟ يعني تسجيل مع الشركات اللي كيسجلوا ما بقاوش، الشركات الانتاج ما بقاتش، الكاسيتا والسيدي اللي كان ما بقاش. وإلا كاع بقى كاين راه غير غادي يتخرجوا باغي يتكرافا صافي ما غاديش يوصل حتى فين. علاش هربوا للشركات اليوتيوب؟ ونتمنوا لإخوان كل شيء يحلوا القنوات ديالهم راه يعني من هنا لقدام راه ما غيكون إلا هذا الشيء ديال اليوتيوب ما غيكون حتى شي حاجة. كاين شي حاجة اللي غادي تزاد. إما بالنسبة للفنانة اللي قلتي هربوا للشركة في اليوتيوب باش يلوحوا في ألبوم ديالهم يعني إلا قلنا الشركة اليوتيوب بحال إلا قلنا واحد مول الكاسيت بكري كان كتلقى تمشي عند مول الكاسيت الحانوت ديال الكاسيت كتلقى عنده الكاسيتات كاملين. ولكن يمكن هاد القنوات هادو احسن من عند الكاسيت هوكاك. علاش؟ كانت الكاسيت كتبقى قديمه تقطع ما غادي حتى الفن يعني كتخسر الديسك خصك ثاني تقلب انت. دابا حنا حاليا في اليوتيوب كيحتفظوا لك على الديسك ديالك كيبقاو تتنتهى الدنيا صافي تتسالي يعني الا ما كانش شي حاجه اخرى من ورا هذا. هذا سي على الماضي الا بغيت ندير واحد المقارنه بين يعني سنوات الثمانينات بالنسبه للفن الامازيغي وهاد الالفيه الحاليه ما تشوفش بان كاين واحد التطور؟ كاين ايضا رغم هاد المشاكل اللي تنهضروا كاين واحد الاهتمام بهذا الفن الامازيغي مقارنه مع الثمانينات والسبعينات. من طبيعه الحال كاين واحد الاهتمام ولكن الا جيت في الثمانينات والسبعينات كان على الراديوات يعني ما كانش كانت غير قناه واحده عندهم الحق كاملين كيدوزوا في هذيك القناه. يمكن كيديروا ديك السهره الاسبوعيه ديال يوم السبت الا ما كيخلطوها كتكون ديما سهره مشتركه. يعني واخا هكاك في هذيك الوقت كاينه غير قناه واحده ولكن دابا كاينه ما شحال من قناه تبارك الله. يعني واخا كانت قناه واحده ولكن ضروري الفن الامازيغي تيدوز في السهره الاسبوعيه. بطبيعه الحال حتى يعني باش شاهدت القناه الاذاعه الوطنيه كانت تحلت في التاريخ اللي دار لها افتتاحها المغفور له محمد الخامس كانت افتتحت بامازيغيه. من بعد تطورت يعني ولات اذاعه الوطنيه ولكن مزيان اذاعه الوطنيه احسن من تكون في ذيك الوقت
الاذاعه الوطنيه احسن ما تكون من كتنتمي الى واحد لهجه بوحده. هو الفن المغربي، فاش نقول الفن المغربي تيخصو يضم جميع الفنون بجميع اللهجات وبجميع الثقافات. السي عبد السلام شكرا جزيلا على قبول الدعوه، متتبعي قناه انفاس باريس الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.